في مصر هنا مين احسن لعيب في الوقت الحالي في الدوري المصري؟ يعني زيزو. احمد سيد زيزو. طبعا ثابت المستوى، اكتر من اكتر اللعيبه المستوى ثابت، يعني محترف، واخد باله من نفسه، واخد باله من لعبه، بيتطور. كان عنده مشاكل في التهديف، دلوقتي بقى بيهدف. طبعا هداف الدوري دلوقتي ممكن يكون فيهم ضربات جزاء كتير، بس برضو يعني ابتديت اشتغل على النواقص اللي عندي، ودي حاجه مهمه جدا. يعني البعض قال لك ان زيزو عنده مميزات المركز بتاع الجناح الايمن ده، ممكن مش كل المميزات دي تظهر. يعني التسديدات مثلا لو هو في القلب يقدر يستغل الموهبه دي اكتر، لكن هو كمان في الناحيه اليمين احسن واحد بيعمل عرضيات من الحركه. شايف ان زيزو يلعب في اي حته بالنسبه لك عادي لو انا مدرب العبه في اي حته، ولا لازم احطه في حته معينه؟ عشان دي من احد مميزاته، ان انت زي ما انت بتقول كده، ممكن انا شايف كمدرب انه انا مثلا كجمال حمزه شايف ان زيزو يلعب ناحيه اليمين، انت ككريم كمدرب شايف انه هو يلعب في القلب، ماشي، واحد تاني شايف انه هو ممكن اخطر في الشمال عشان يقطم ويشوط، ماشي. فدي نجاح للاعب، صح، ان انت شايفه في كذا مركز، وفي الكذا مركز هو اللي بيجي في دماغك اول واحد، فده نجاح ليه هو طبعا. الزمالك محتاج ايه على صعيد التدعيمات؟ يعني احنا كنا محتاجين السيرد باك رابع مع عبد الغني والونش وعلاء، بالظبط. عمر كمال عبد الواحد كان هيبقى برضو من طبعا من الاضافات القويه جدا. كانت غريبه ان انت مشيت مروان واسامه فيصل، طبعا غريبه جدا. يعني كان لازم واحد من الاثنين، وكنت اتمنى ان هو يبقى اسامه فيصل لان هو الاصغر، صح. مروان هيفضل قاعد برضو، هيبقى متضايق لعمر وسيف، لعمر وسيف انه يبقى رقم ثلاثة ممكن تبقى مضايقاه شويه. انما كلامي مع اللجنه برضه يا جيمس كان بيقولوا لي احنا ما كناش عارفين ان هيحصل ده، ان احنا إيه هو اللي هيحصل، ان هيحصل وقف في القيد، وان احنا مش هنعرف حتى لو ما كانش هيحصل، فمشينا الناس دي على اساس ان احنا هنجيب غيرهم. مين هتجيب مين غيرهم؟ يعني كان مين اللي يعني انت جبت بالبيت، تعاقدت مع عمر كمال عبد الواحد وشبانه وحمدي النجاز، يعني هو ما كانش في وقت. وحتى لو يعني انت اكيد عندك علم انه لو بنسبه 1% ممكن يحصل مشكله في القيد، ما استغناش عن الناس دي كلها. يعني كنت لازم استنى اشوف الاول، صح، لما اجيب اللاعب هل انا هينفع ايده ولا لا. بالظبط كده، ما ينفعش خالص وانا بخلي اللعيبه اللي عندي، فما ماشيش عبد السلام وما ماشيش يعني بعمل الديل وبعدين بخليه لغايه اخر يوم، صح، اون هولد لحد ما افهم موقفي. بالظبط كده، لقيت القيد مفتوح خلاص بمشي الديل، ماشي. لقيت القيد مقفول خلاص اللعيبه دي معايا. الاجانب بتوعك بغض النظر عن انك عندك دلوقتي مشكله ومضطر انك تحتفظ بكل اللعيبه ايا كان درجه قناعتك الفنيه، لكن الاجانب بتوعك لو انت عندك رفاهيه انك تغير، يعني بالنسبه لك قائمه الاجانب تمام؟ انت يعني بن شرقي طبعا من اللعيبه المهمين جدا، ماشي، ونجم لعيب كويس جدا، مفيد بالنسبه لك ونجم؟ طبعا. ولا فكره ان طبعاً انت مدام اجنبي يبقى لازم يبقى اساسي؟ هو جه يعني جه مع عزيزو وهو اون فاير، فبرضه دي اثرت عليه شويه، انما ونجم من اللعيبه لعيب كبير يعني، ماشي. فمع اللعب او زي ما انت بتقول بقى ممكن اخلي زيزو في القلب وادخل اونجم، عندي يعني عندي كذا لعيب ممكن اشكلهم في حتت كتير. فانا شايف ان دي ميزه لسه كارتيرون طبعا مع المباريات هيستخدم اللعيبه دي كلها. سيف بالنسبه لك؟ سيف لعيب برده لعيب مهم جدا. حمزه مستنيين منه افضل من كده الموسم اللي فات، السبع ثمان ماتشات الاخرانيين اعتقد ان هو من الاسباب الرئيسيه لفوز الزمالك بالدوري، ماشي، مستواه كان هايل. بس السنه دي يعني الناس حاسه انه رجع تاني. قبل مباراه الزمالك والاهلي كان كويس، وبعدين قبل الماتش بيوم عرف ان هو مش موجود في المنتخب، مع انه رجع، ماشي، يعني راح المنتخب بعديها، بس عرف ان هو مش موجود في المباراتين بتوع المنتخب اللي كانوا، فاعتقد دي برضو من الحاجات اللي اثرت عليه نفسيا بشكل كبير، انه خليته مش مركز في المباراة، كان في المباراة مش في حالته الطبيعية، فأثرت عليه بقى، حصل فيه ضغط جماهيري عليه، في حاجات كتيرة جدا أثرت على مستواه. فأعتقد مع التوقف، مع أنه موجود في المنتخب في البطولة دي، أعتقد لما يرجع هيبقى شكله أحسن بكتير يعني.